طبعا يا كابتن هيثم معانا في هذه اللحظات طبعا واحد من نجوم ايضا مباراه اليوم براندن محترف النادي الاهلي. براندن فيرست اوف اول ليت مي ويلكم يو اونر اهلي تي في شانل اند ليت مي تيل يو كونجراتوليشنز فور تو تايمز توديز وين اند يور بيرفورمانس توداي. ثانك يو سو ماتش. I'm just grateful that my teammates believed in me. You know, like I said before, I was struggling offensively to get going since I've been here, and I think, you know, since the playoff series started, all the practices that we had, they just gave me so much confidence to continue to believe in myself, and I did that, and I went out there and just tried to put us in position to win the game as much as possible. طبعا يا كابتن هيثم في البدايه باركت له وقلت له انا هبارك لك مرتين، هبارك لك مره على الاداء النهارده وبارك لك كمان على فوز النادي الاهلي. سعيد جدا وفخور بلاعيبه النادي الاهلي، وشايف برده او قال برده زي ما قال في اللقاء اللي فات انه هو اللعيبه دايما بيدوا له ثقه في نفسه، بيدعموه جدا قبل المباراه، مبسوط جدا بالنتيجه النهارده، مبسوط كمان باداء جميع لاعيبه النادي الاهلي، وشايف طبعا ان كل اتمرنوا عليه امبارح بالتاكيد وفي كل الايام النهارده نفذوه، النهارده حققوه في مباراة اليوم، وشايف كمان انه مع كل تمرين ومع كل مباراة بيزداد ثقته في نفسه اكتر واكتر. براندن يمكن قال كده طبعا في يعني مباراة اليوم. براندن also I saw that you were interacting with the Ahli fans. I saw you were very happy because of Ahli qualified of course to the final match. So tell me, I saw you were interacting with the fans, you were very happy. I mean, you know, Cairo's is a far drive. So for Cairo, you know where we stay, it's 2 hours to get here, and all those fans came here to watch us play. So to feed off their energy and to see them here, it brought me so much joy to just interact with them, and I love it. طبعا يا كابتن هيثم برضو شفته او سالته على لما شفناه طبعا بعد المباراه مباشره، كان بيتفاعل مع جماهير النادي الاهلي وكان مبسوط وسعيد جدا. يمكن قال ان الجمهور لما بيجي من القاهره لاسكندريه ساعتين طبعا المشوار، هو بيتكلم على انه هو مقدر جدا ان هم بيجوا كل المشوار ده لحد اسكندريه هنا عشان يدعموهم، ويمكن قال انه طبعا فرحان جدا بان هم بيجوا عشان خاطر الفريق هنا في الاسكندريه يدعموهم، ويمكن حس طبعا بدعمهم وحس بقوتهم في الملعب وتشجيعهم ليهم، فهو طبعا مبسوط جدا كمان بالامر ده، ويعني بيشكرهم بالتاكيد جماهير النادي الاهلي كانوا متواجدين في مباراه اليوم. براندن also let me ask you about today's match. We saw a very tough game against the Zamalek team. It's not an easy game, not easy a team. Zamalek, so tell me what's the instructions that Mr. Agosti talked about in the match when we saw that Zamalek there was a difference in the points, then they came back again into the match. So tell me what Mr. Agosti said to you, and what did you talk all the teammates with each other about this match? Well, the difference between the first half and the second half was defense for us. We did a lot of complaining to the referees, and we didn't match their physicality. They came in ready to play. They did not want to be eliminated, and they showed us that in the first quarter and the second quarter. So we had to come together and match their physicality, and we knew we matched their Capitano. What's up, Cap? But we knew if we matched their physicality and be strong mentally and physically, we knew that we would give ourselves a chance to win the game. طبعا يا كابتن هيثم سالته على صعوبه المباراه بنقابل او بنواجه فريق صعب زي فريق نادي الزمالك. اتكلم طبعا ان المباراه كانت صعبه جدا، ويمكن من ابرز التعليمات مستر اجاستي اللي بيقالها لهم انه طبعا هو اتكلم على انه كان في بعض يعني الامور في التحكيم في مباراه اليوم، ولكن طبعا اتكلم انه اهم حاجه انه يركزوا على الديفنس، على الدفاع، ان هم يركزوا على الجانب الدفاعي كويس جدا، كمان الجانب الهجومي تركيزهم طبعا في المباراه هو ده السبب ان هم يرجعوا تاني المباراه. يمكن طبعا اتكلم على ان هي مباراه صعبه بالتاكيد مع نادي الزمالك، ما كانتش مباراه صعبه خالص او ما كانتش مباراه سهله بالنسبه لهم، ولكن قدروا في الاخر ان هم يفوزوا في نهايه المباراه. براندن ثانك يو سو ماتش فور ذس انترفيو، اند از اي تولد يو ذا لاست انترفيو وي اكسبكت مور ذان ذس فروم براندن. يس وي اكسبكت اول الاهلي فانز. ابسولوتلي ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. يو وان تو سي اني ثينك فور ذا انترفيو؟ سي يو جايز ان جون. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. طبعا يا كابتن هيثم بيقول لجماهير النادي الاهلي هنقابلكم ان شاء الله او مستنيكم ان شاء الله في شهر 6 بالتاكيد، قصده على يعني مباريات الفاينل مع نادي الاتحاد السكندري في نهائي الدوري او السوبر دوري السوبر ليج كره السله. والان العوده مره للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل.